لا كتاب يعني بوليشاش أجري مولاتان وأنا كان زماني عربي كتاب اللغة العربية للصف السادس الأساس الدراسة الكردية الجزء الثاني. موضوعنا اليوم بوابة اللغة. طوابة اللغة الوحدة الرابعة صفحة 140. السؤال الأول، اقرأ الفقرة الآتية. نقرأ الآن. نهضت ماريكا من فراشها وقامت تحمل المصباح إلى غرفة الاستقبال. فتحت الباب بهدوء ونظرت إلى البيانو. قرأنا الفقرة. استخرج من الفقرة السابقة. فقرة سابقة ما كي استخيل معنا. ثلاث أفعال في صيغة الماضي. صيغة الماضي فعل ماضي دركي. دين ليرة تمشاك. نهضت. نهضت ليرة فعل ماضية. أنت أتيا تاء التأنيث الساكنة. قريتو بوتي مماركة. ماركة لبرو ماركة أفرثة مؤنثة ليرة تيمان بوديات كبو فعل مضارع تاء التأنيث الساكنة. ليرة وقامت ليرة قامت عينا فعل ماضية. أنت عينا تيا قريتو بو ماركة لبروا تاء التأنيث الساكنة. دين ليرة فتحت الباب. فتحت الباب ليرة فتحت عينا فعل ماضية. ليرة كسرة ما عندنا خويتا التأنيث الساكنة كسرت لالتقاء الساكنين. همانا كسرت لالتقاء الساكنين. الباب ليرة اللامكة لامل قمرية لبروي لفظ أكرية بيتا ساكنة والساكن لقى ساكنة بيت علي لازماني عربي كسرت لالتقاء الساكنين. نظرت تمشاكا نظرت ليرة عينا فعل ماضي معناه ليرة فعل ماضي معناه يكدو سي شوار ايو دايتشي لما انكدو سيع يوم ليرة طواني سياني بنو سينوا لين نهضت. نهضت تيدي كمعناه قامت. قامت فتحت. لا دوم أليتي فعلا في صيغة المضارع فعل مضارع دين أسر فقرة كمان فأرتا كمان دين ليرة تحمل فعل مضارعة. تحمل فعل مضارعة بتأدس بكدوبة فضمج لسريتي أليين ليرة فعلا في داني كيوي تحمله تحمله تحمله. ثلاثة أسماء. أسماء دين تمشاكين أسماء شن أسماء معناها ماريكا اسمه فراشها اسمه لبرو اسم لبر مصباح المصباح الفلامي بقدوية غرفة تأفيوه نتماهر ناوة ما تتسر ناوة الاستقبال مش اسمه الباب اسمه بأكلاب دين ليرة هدوء هدوء اسمه البيانو اسمه ليرة دين شنو نسين سيناو سيناو نسين ونسين ماريكا شهتي معناه فراشها وطوان بكيف خطان كامي وانا خط ما عندها جاري دو خط وطوان بنسأل مصباحة. ثلاثة أحرف جر. بسيارة دي كمان لك ثلاثة أحرف جر. دين حرف الجر. حرف الجر زانين ليرا من حرف الجرة إلى حرف الجرة. باء ليرا باء كبتنا حرف جرة إلى دوبارة بوتوا ليرا دعوة سياني كردوا أنسين من إلى بئبتنها
ليرة لسؤال سي، حول الفقرة السابقة إلى صيغة المضارع. معناه مدين لصيغة ماضي أكين بصيغة المضارع، معناه أو فعل ماضي أنا أكين بفعل مضارع. نين الآن، نهضت أبيت بتي، نهضت فعل ماضية أبيتا لبرو ماريكا بتأدس بك عافريم تن هضو تن هضو ماريكا وكخويدانينو ماريكا من فراشها وكخويدانينو قامت ليرة تيا أبيتا تي هو تقوموا، أحسنتم تقوموا. تحملوا فعل مضارع أخوي ودك أخوي دانين، تحملوا المصباحة وأخوي دانينو إلى غرفة، إلى غرفة الاستقبال وأخوي دانينو. فتحت أطلنشي فريم تفتحوا تفتحوا الباب وكخوي دانينو بهدوء وكخوي دانينو ونظرت بيتتي توم برو إلى البيانو بمشي و حاليكن راسبوا صيغة كمان ماضي كان مانكرت بمضارع تنهضوا تقوموا تفتحوا تنظروا.